كوتشينوف أمام أعضاء برلمان بلاده تأتي بالتزامن مع سيطرة المسلحين ينتمون للعرقية الروسية التي تشكل أغلبية تقترب على المقر الرئيسية للحكومة المحلية والبرلمان في شبه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وذلك في تحد واضح بحكام البلاد الجدد. لا أحد يعلم ماذا يجري في الداخل في الوقت الحالي، فلم نشهد سوى أن المبنى تم السيطرة عليه. نحو 30 مسلحا دخلوا إلى المبنى، وعندما سيطروا عليه طردوا قوات الشرطة منه. تطورات دفعت بكييف إلى استدعاء القائم بالأعمال الروسية وتسليمه مذكرة تطالب بامتناع الجيش الروسي عن تنفيذ أي تحركات خارج نطاق تمركزهم بالقرب. في ميدان الاستقلال ما زالت حشود المتظاهرين تتوالى، حيث ينقسمون ما بين مؤيد ومعارض للأسماء المطروحة لشغل مناصب وزارية في الحكومة الجديدة المؤقتة. يتعين علينا أن نمنح الفرصة لمن يتم اختيارهم لشغل حقائب وزارية، وإذا حدث شيء خاطئ نحتشد مرة أخرى في الميدان لتغييرهم. ليس كل المرشحين يناسبوننا، فكلهم قادة سابقون يتحتم على الحكومة الأوكرانية أن تخدم الشعب فقط، لا تعمل من أجل المال ولا من أجل المناصب. ويأمل الأوكرانيون أن يتجاوزوا تحديات مرحلة ما بعد الثورة بدءاً بالحفاظ على وحدة أراضي بلادهم وانتهاءً بتشكيل حكومة تلبي احتياجات الشعب بعيداً عن الارتناء في أحضان القوى العظمى. أعربت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير من جراء الصراع الدائر حاليا في جنوب السودان، وحذرت أموس من تداعيات استمرار الصراع
القسم من فبراير الثاني. حذر رئيس الأمن القومي الإيراني علاء الدين بوروجيردي وعقب لقاء الرئيس السوري بشار الأسد من توافد الآلاف من المقاتلين الأجانب مشاركة جبهة النصرة وتنظيم داعش الحرب الدائرة في سوريا، وهم من أكبر التنظيمات القريبة من تنظيم القاعدة. من جهة أخرى، كانت القوات الموالية لرئيس بشار الأسد قتلت نحو 175 على الأقل من مسلحي المعارضة الإسلاميين أغلبهم أجانب في كمين في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في دمشق. حالة جهود على مختلف الأصعدة داخل الوطن السوري الذي تلقى المجتمع الوطني ضربات قاسية بسبب الأحداث الجوية وعود الفعل عليه، والصمت الدولي غير المبرر الذي تمحض قرار دولي فقط فيما يخص شبه إرسال المساعدات الإنسانية. وتتفاقم الأزمة في سوريا بتشكيل طرفي الصراع دوام الحرب الأهلية التي لم يمكن الوقوف، وما ضاعف المخاطر هو دخول العديد من التنظيمات المتطرفة من مختلف الأطراف. من جهته، حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علاء الدين بوروجيردي عقب لقاء الرئيس السوري بشار الأسد، حذر من توافد آلاف من المقاتلين الأجانب بمشاركة جبهة النصرة وتنظيم داعش في الحرب الكبيرة في سوريا، وهم من أكبر التنظيمات القادرة للتنظيم القومي. وعلى الصعيد الميداني، أظهرت لقطات فيديو تداولها ناشطون على مواقع الإنترنت، أظهرت عبور العديد من الدبابات الفضائية التابعة للاستهداف الإيراني وتنتشر في أماكن متعددة منها دمشق وحلب وإدلب. بينما أظهر فيديو آخر بدبابات مزودة بأسلحة خطيرة تطلق نارا بكثافة أماكن متعددة. كانت القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد قد قتلت نحو 175 عنصرا من مسلحي المعارضة، معظمهم أجانب في كمين في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في دمشق. سياسيا، اتهمت واشنطن السلطات السورية بتطبيق مفاوضات جنيف من خلال اعتقالها بعض أبطال الوفد المعارضة بشار في المفاوضات، ودعت واشنطن للمطالعة بالفور. لكن ذلك الإطار هناك إرادة دولية حقيقية لفرض الحد المنطقي يلبي تطلعات الشعب السوري. الأزمة في سوريا أصبحت أسطورية وتدخلت فيها عوامل إقليمية ودولية معقدة زادت من حساسية الوضع المتأزم. الشعب السوري يعاني من أزمة الحرب الأهلية منذ 3 سنوات، تولد فيه من الأبطال وأودت تحديات من نحو 140,000 شخص بطل عن 30 مرة المشاركة. في العاصمة الهندية نيودلهي، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده مستعدة للتعامل مع المخاوف الدولية بشأن أنشطتها الذرية، لكنها دون المساس ببرنامجها النووي. أكد ظريف أن إيران لن توافق على تفكيك أي من منشآتها الذرية خلال محادثاتها مع القوات. وأعرب ظريف عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول شهر يوليو القادم، مشيرا إلى أن المحادثات قد تستمر لستة أشهر أخرى إذا وافق كلا الطرفين. أكد الجيش النيجيري مقتل 6 أشخاص قال إنهم أعضاء في جماعة بوكو حرام المتشددة، واعتقال 2 آخرين أثناء حملة لمطاردة الجماعة بعد الهجوم على قرى بولاية أدماو شمال شرق البلاد والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند دعم بلاده للحكومة النيجيرية لمحاربة أنشطة جماعة بوكو حرام المتشددة والمسؤولة عن مقتل وإصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية. وقال أولاند في كلمة بلاده أمام قمة أبوجا للأمن الإنساني والسلام والتنمية التي بدأت الخميس إن فرنسا لن تساعد نيجيريا فقط في المجال السياسي، بل أيضا في جميع المجالات التي تحتاجها للتغلب على مشكلة الإرهاب وتحقيق الأمن المواطنين. ختاما هذا التذكير بأهم العناوين التي كانت معنا. محلب يستكمل تشكيل الحكومة الجديدة وتوقعات بحلف اليمين أمام الرئيس غدا السبت. مسلحون يسيطرون على المطار العسكري في الكرم وروسيا تعد باحترام وحدة أوكرانيا. الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأرض.